أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صدم الكلب الصيد فمات الصيد من أثر الصدمة، فهل يعتبر الصيد موقوذا ويكون حكمه كحكم المعراض إذا قتل بعرضه؟ فيه خلاف بعض العلماء، نعم يقول أنه ما يحل لأنه مثل المعراض، وبعضهم يقول يحل لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يستثني فيقول ما صدمت. نعم.